احنا اليوم دخلنا في مجال الجمعيات حقا مع رشيده، دخلنا داخليا كيفاش نتعاملوا كيفاش تتعامل الجمعيات مع بعض داخليا، وكيفاش زاد تخرج للمواطن، كيفاش توعيه يكون الحوكمه الرشيده قاعده تتبع فيها الجمعيه وقاعده تعمل بها بطبيعه باش تخرج للمواطن، خاطر المواطن المجتمع المدني يتاثر بالجمعيات تاثر كبير. دونك فهمنا انه لازم معناتها في الفساد نحاولوا باش نقضيوا عليه بشوي بشوي باش ما يتفرعش في جميع المجالات الاخرى، خاطر كيما قلنا هوني ما تخليش الفساد في كل تونس. والرقم هو 80 10 22 22.